السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم فل، صباحكم جميل. تعالوا نشوف سوا البيت الجديد بتاع الحمام اللي نقلت الحمام فيه. ده كان بيتهم القديم أو المؤقت، سلكة عصافير، وده السلكة البيت الجديد بعد ما رشيته وعقمته وخليته يتشمس له يومين ثلاثة. نقلتهم من المكان ده او من العين دي علشان خاطر كنت حاسس ان هي ضيقه عليهم، مش واخدين راحتهم فيها، فحبيت ان هم يقعدوا في مكان اوسع شويه وعشان مستقبلا لما ربنا يكرم ويبيب. وده بقى بيتهم الجديد، ظبطته لهم كده وغطيته. دي سلاجه الخشب اللي كنت جبتها، هي بتبقى ادراج كده، مش عاجباني قوي يعني، الخشب بتاعها مش احسن حاجة. عايز اجيب السلاكة اللي هي بتبقى خشب، القوايم بتاعتها خشب والوش بتاعها بيبقى سلك، يعني بدل الباب دوت، دي كل المنطقة دي كلها كده بتبقى سلك، عشان منها تبقى انت شايف الحمام وهو برضو بيبقى شايف المنظر من بره. دي عينتين بقى، عين فوق وعين تحت. ان شاء الله هحط لما يكبروا هفصلهم، هخلي جوز هنا في العين اللي فوق وجوز في العين اللي تحت. جبت كمان ليهم بتاعة المية، تمام، ودي الأكالة أو اللي بيسموها المكلف اللي بتحط فيها الحبوب بتاعة الأكل بتاعتهم. دي بقى بيسموها الحضانات، بتبقى العشوش بتاعت التحضين بتاعتهم، بيبقى طبق فخار كده ومفروض ان هو لسه بيتحط فيه قش عشان خاطر يبيدوا فيه، بيتفرش من هنا كده قش عشان خاطر يبيدوا فيه. وبحاول كل يوم اطلعهم وقت العصر كده يتشمسوا، في نفس الوقت ياخدوا عليا وكمان ياخدوا عن المكان ويحفظوا المكان. الحمام من الطيور الذكية اللي عندها ولاء لمكانها، بس لازم تشوفه، لازم تشوفه من أكتر من زاوية كده عشان خاطر تحفظه وتحفظ تفاصيله، وده اللي بيخليهم حتى لما بيطيروا ويرجعوا تاني بيبقوا عارفين وحافظين المكان بتاعهم. لسه مش عارف الصراحة، ومستني أخد رأيكم برضو في الكومنتات، هل ان انا اطيرهم اعودهم على انهم يطيروا ويرجعوا، ولا يعني اربيهم بس في المكان، يخرجوا حتى في البلكونة بس ولا لأ؟ لسه صراحة مش مقرر. كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله.